ازيكم يا صحابنا؟ معاكم جودي من كان تعالى فيديو جاي النهارده. انا بدي بس قبل ما نبدا بس 10000 لايك. احنا جايين النادي بالنهار ودي ما حصلتش بقى لها سنه تقريبا. بقى لها من اول الشتاء تقريبا، من اول الصيف تقريبا انا مش مجمعها. المفروض ان احنا جايين النادي ان شاء الله باذن الله هنتجمع علشان عندنا بطوله او مسابقه، بس مش هنا في النادي، بره النادي. هناخدكم معانا اليوم باذن الله. احنا بس هنتجمع الاول الفريق كله، فريق السباحه بتاع النادي هيتجمع الاول كله هنا في النادي، وبعد كده هنخرج نركب الباص وهنطلع على المكان التاني او النادي التاني اللي فيه البطوله. فاحنا متحمسين جدا، مبسوطين جدا، بنقول يا رب نرجع مبسوطين. ان شاء الله اذا ربنا اراد ممكن نرجع بميداليه او بشهاده. واذا ما حصلش مش مشكله، احنا هنخرج، يعني ابتدينا خلاص نخرج بطولات وكده، لان خلاص جودي خلصت الاستارات بتاعتها وجايده يا دوب قربت. فرجعنا مبسوطين الحمد لله. ما رجعناش، انا واثقه في جودي واثقه في جايده ان هم بسم الله ما شاء الله بقى ينزلوا اي كسين اي ميه يمسكوا الميه زي ما بيقولوا. فانا واثقه فيهم، دي اول حاجه. تاني حاجه، حتى لو ما رجعناش هنبقى برضو اكتسبنا تجربه جديده وتجربه حلوه، وان شاء الله ادعوا لنا بقى. يلا قولهم يا رب. دلوقتي جه وقت التغذيه. طب احنا عايزين نقول لهم احنا كلنا ايه قبل ما ننزل. جلنا اربع بيضات، احنا كل بنوته فيهم كلت اربع بيضات قبل ما ننزل. الكابتن قال محتاجين بروتين 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 كتير في الفطار، مش محتاجين اي عيش اي فينو، مش عايزين اي حاجه دول. نسينا نقول لهم منا، لا مش منا، نسينا نقول لهم. جودي دخلت سالت الكابتن، قال لها لسه قدامنا شويه وهنتجمع كلنا ونتوكل على الله باذن الله. فدلوقتي هنعمل ايه بقى بعد طبعا ما فطرنا الاربع بيضات؟ متحمسه اولا. قولي ها، متحمسه بس انا خايفه شويه. لا قولي يا رب. دلوقتي احنا جايبين بلح، الكابتن قال البلح مهم جدا، ومعانا كمان شوكولاته، هنطلع شوكولاته كتير. هنظبط نفسنا، يعني المفروض ايه اللي هي الحاجات اللي هتديهم طاقة. باور جامد جدا ان شاء الله باذن الله. فدلوقتي يلا بلح، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. مرعوبين. ضربت مني وموقف ايدي، وقف شغال ضربات رجلي. عايم لحد ما ايدي كده تخش على الحيطه. عايم يا كابتن، تخش على الحيطه. يعني يا كابتن اول طرف ركزي يا جودي، في صفاره طويله هتقومي بعدها، بعد الصفاره الطويله بعد ما تقومي في صفاره كمان، هي دي اوب بقى. انت مفيش هوب، انت هو هيقول ايه ده بعد الصفاره الثانيه. معنا هنا واحده دراما كوين، بدل ما هي الكبيره اللي تشجع اصحابها الكبار بتعيط. حبايبي احنا جايين نقول ايه؟ نقول ايه؟ يا رب يا منى. احنا المفروض نقول ايه يا منى؟ بنقول يا رب. ها جودي جايده، احنا بنقول يا رب. مركزه؟ طيب قولي يا رب. جوجو قولي يا رب خير. قولي ايه؟ قولي يا رب خير. جايدتي قولي يا رب خير. مش عايزه اخوف خالص، مش عايزه ايه. وبعدين بقى اكتبوا لها تحت في الكومنتس ما تعيطش خالص، ماشي؟ تقولي ايه بقى؟ بعد ما خلصوا عياط دلوقتي وقت التشجيع. واحده هنا ايه، بصوا اهي، صح؟ انتوا متخيلين الزحمه اللي احنا فيها؟ يا رب خير يا رب. جايده كده جايده واقفه اهي، اهي واقفه متداريه ورا الكابتن. على ثلاثه كان جايده، بس لسه هي هتنزل بعد اللي قاعدين على الكراسي دول. جايده شايفاني؟ يا رب والنبي يا رب. يلا يا جايدة، يا رب يا رب يا رب يا رب خير يا رب. يلا يا جايدة، يلا يا جايدة، جايدة بسرعة يا جايدة، يلا يا جايدة بسرعة يا جايدة، بسرعة يلا يا جايدة. برافو يا جايدة، برافو يلا يا جايدة، يلا جايدة،
جايدة شطرة يا قلبي شطرة 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 شطرة. المرشة في الأول إن شاء الله. لسه في تصفية؟ لا لا إن شاء الله هتبقى لسه في تصفية. إيه ده يا ابني ترعش والله العظيم. إن شاء الله هتبقى. هما لسه موقفينها هناك هي ومعاها كام بنت بس مش عارفة موقفينهم ليه. هما كده المفروض لموا البنات وبيلبسوهم ميداليات. الناس بيصوروهم. هو في حاجة بعد تلبيس الميداليات دي لو سمحت؟ أنا مش عارفة إيه بعد تلبيس الميداليات ده مش عارفة. لموهم ولبسوهم ميداليات. أول سباحة هنا تطلع لأمها. أول واحد. بصوا بقى احنا ايه احنا المفروض اخدنا الميداليه دي ولو في تصفيه جايداء هتنزل عشان جايداء كانت هنا سابقه كل البنوتات اللي معاها صح. احنا دلوقتي مستنيين جودي لسه دورها ما جايش بس انت كنت شاطره تمام حتى لو ما عملوش تصفيات او لو ما شتغلتي كاس انت كنت جميله انت هنا كنت سابقه كل اصحابك شافوا انت اول واحده تسبق والله انت شطوره قوي. محمد مش هيسكت دلوقتي كله مبسوط منك خالص. يلا نقول مبروك لجيداء. مبروك يا حلوه. يلا بقى الدور على جودي. جودي واقفه اهي مشيت كده ليه انا مش شايفاها هي واقفه يا ماما جنب ال انا شايفاها بس قليله ليك مش عارفه جاي البنات اللي معاها ما شاء الله عليهم كبار اللهم صل على النبي. اهي جودي واقفه اهي الدور على جودي هي ان شاء الله جودي تاني واحده يلا يا جودي اللهم امين يلا يا جودي يا رب لا يا جودي والنبي لا تدوخي يلا يا جودي مكانك يلا يا جودي يلا يا جودي يلا يا جودي يلا يا جودي بسرعة يا جودي أسرع 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 يلا يا جودي يلا يلا يا جودي يلا يا جودي يلا يا جودي شطرة يا جودي شطرة شطرة برافو برافو شطرة يا جودي شطرة 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 يا قلب ماما شطرة شطرة يا قلب ماما زي ما انت. بصوا بقى المفروض اني خلصنا الحمد لله الحمد لله زي ما شفتوا المستوى بتاع جودي وجايدة حاجة اكتر من رائعة. احنا اخدنا ميدالية واخدنا شهادة باسم كل واحدة فيهم. اليوم كان صعب جدا 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 وكان زحمة وجودي عيطت عشان كانت خايفة وجايداء برضو علشان كانت خايفة. احنا المفروض دورنا خلص بس لسه عشان باقي اصحابها باقي الفريق بتاع النادي لسه عشان اعمارهم طبعا مختلفة فهنستناهم وهنروح كلنا سوا. تمام اولا تقولي ايه بقى؟ الحمد لله. وانت يا قمر كانت تجربة جميلة صح؟ وبصراحة ايه النظافة دي؟ وبصراحة المستوى كان يعني مستواكم انت كنت سابقة كل اللي معاكي وانت برضه كنت سابقة كل اللي معاكي. لو في حاجة تاني باقية في اليوم هنصورها مفيش مش عارفة بقى بس الدنيا صعبة جدا بس استنونا. سلام.